ساعات نقيب الجيولوجيين الأردنيين المهندس صخر النسور الذي ينضم إلينا. باشمهندس صباح الخير. صباح الخير. الله يعطيكم العافية سيدي. كل عام وأنتم كل عام وأنت بخير يا سيدي. الله يعطيك العافية. يعني باشمهندس وضع طبيعي كل يوم الثاني قاعدين نسمع عن انهيار في طريق ما، عن تصدع في التربة، عن مش يعني في شيء غلط يا أخي قاعد بيصير. شكرا أخي الكريم. الحقيقة يعني لتوضيح بعض الأمور، هذا الطريق مش عمره سنتين، يعني من أوائل التسعينات هذا الطريق، وهو طريق حيوي رئيسي يربط. أنا ما بتحدث عن هذا الطريق تحديدا، بتحدث عن طرق بشكل عام، مثلا طريق جرشاي مسكرين، طريق إربد الآن مسكرين افترازية مثلا. تمام. فهذا يربط العاصمة عمان بمحافظات شمال، وهو طريق شارع حيوي رئيسي، يعني أنشئ في بداية التسعينات. اللي صار منذ البداية، أنا سميت خطأ تاريخي عشان يعني نكون الأمور في نصابها. أثناء شق الطريق في منطقة نحن نعتقد أنه لا يجوز أن يكون هذا المسار هو المسار اللي مقام عليه هذا الطريق حاليا. السبب أن هنالك ميولات مرتفعة، طبيعة التراكيب الجيولوجية لهذه الجزئية من المنطقة في بداية الطريق حتى عند سيل الزرقاء، وهو الانهيار الكبير اللي حدث قبل سنتين ثلاثة، ونوعية التربة اللي هي التربة الطينية الكلية من الغلز القابلة لامتصاص المياه واللي بتكون سهلة الانزلاق نتيجة الأحمال الزائدة. اسمح لي ساعة النقيب، أنا ما بدي أسمع أسباب يعني هندسية، بدي أسألك سؤال. الحكي اللي حضرتك بتحكيه اللي عملوا الطريق ما كانوا يعرفوه، يعني ما في مهندسين بيعرفوا هاي الأمور؟ لا يعني احنا ليش بنحلل في المشكلة بعد ما تصير؟ ليش مش قبل؟ تمام. عشان هيك قلت لك خطأ تاريخي منذ البداية، وبالتالي يفترض كان في شركات استشارية وكان في ناس اشتغلوا عليه، وبالتالي أنا يعني احنا يعني بنصنف الخطأ من بدايته ولا حصل، وغياب غياب الدراسات الجيولوجية اللي هي بتحدد طبيعة التربة والتراكيب الجيولوجية واحد من هذه الأسباب قولا واحدا. لذلك اليوم احنا أمام أمر واقع أستاذ طارق، 40 سنة صار الموضوع من التسعينات، احنا أمام أمر واقع مطلوب الحلول. مطلوب الحلول باش مهندس، ومطلوب عدم تكرار هذه المشكلة. تمام. يعني أنا إذا ما فيش مهندسين جيولوجيين وما في مهندسين مدنيين وقاعدين ناس تفحص التربة، هاي مشكلة. لا فيه، بس احنا شو نقول؟ احنا منقول سيدي في جزئية معينة فتحوا الطريق ومشى. الآن احنا بحاجة إلى يعني حلول، في حلول قصيرة المدى وحلول طويلة المدى. نبلش بطويلة المدى، وهو الحل الأنسب والأمثل أن يكون هنالك طريق موازي في جزئية البؤر الساخنة. تمام. وليس على كامل طريق إربد جرش عمان. كويس. في جزئية البؤر الساخنة لابد من وجود طريق موازي بديل حتى يخفف الضغط على هذا الطريق. هذا الطريق كم كيلومتر يعني؟ والله هاي يعني بدها يعني قلت لك في في مجموعة دراسات يعني ما تحددت قديش الأطوال، لأنه هذا مربوط بالموازنة كمان، قديش بدك تخصص له ميزانية. بس إحنا من حيث المبدأ يجب أن يكون هناك فكرة طريق موازي بديل في جزئية الانهيارات. تمام. في الجزئية اللي بصير فيها الانهيارات. إحنا عندنا مناطق متعددة، عندنا الجعيدية، عندنا المصطبة، عندنا سيل الزرقاء، عندنا هاي، في بتلاقي طريق سليم آمن، بعد شوي بتلاقي في بؤرة قابلة للانزلاق. إذا مش السنة الجاية، إذا مش السنة الجاية اللي وراها، وبالتالي بدنا نظلنا تحت هذا يعني الاحتمالات والتوقعات في الانهيارات. اللي جاري حاليا ومن باب الإنصاف والأمانة، إنه في شغل كبير بينبذل للمعالجة، ودائما أخي طارق بجوز التأسيس الجديد أسوأ من المعالجة، لأنه أنت المعالجة بتكون في محددات ومقيدات، الطريق بيكون شغال وعلي حركة سير وبالتالي للأمانة ما لمسته، وأنا أنت بتعرف أنه إن شاء الله نكون صادقين، وحتى هي آخر فترة النقابية لازم نكون دائما صادقين معك، وأنت دائما صادق إن شاء الله. ساعة النقيب في جهود مبذولة لوجاد حلول، من هذه الحلول تخفيف الميول الحادة من خلال عمل بسطات، عمل تصريف قنوات مياه، بتعرف هناك في مياه كثير، في مياه جوفية بسيل الزرقاء بترتفع إلى الأعلى، وفي مياه المطر بتتخزن في طبقات الكلية والكاولين. في من الحلول عمل التدعيم، إما جدران استنادية أو أقفاص حجرية، أو
في رفع مساحي مستمر. حتى طب الحكومة الآن وزارة الأشغال بتعرف هاي الحلول؟ عندها فكرة عن هاي الحلول؟ طبعا هي شغالة، هي اللي شغالة عليها مش احنا. احنا بنقول الذي تقوم فيه. ليش بنقول؟ لأنه احنا لما من سنتين وجاي دخلنا في لجنة الانزلاقات كنقابة، صرنا نتابع أبديت شو بيشتغلوا، وفي كشف دوري، وأنا شخصيا واحد زملائي بنشارك في الكشف على الأعمال المنجزة. بكون حتى طب انت كنقابة كجهة مستقلة شعر بالرضا عن الأمور اللي بتتم الآن، الإجراءات اللي بتتم الآن، المعالجات. نعم. طيب خلاص، انا هذا اللي بدي اسمعه. انا هذا اللي بتسمعه. بدي اشكرك جدا، بدي اشكرك جدا سعادة النقيب، كل الاحترام والتقدير، الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.